الجلسه الكليه مع الجماعات المحليه وكانت كذلك الابتكار باش ما ننساوش اللي ما كانش كان واحد المحاصصه اش المحاصصه كانت تجمعوا في مجلس كان يكون عندنا مليار ديال الماء عندنا سته الجماعات كان قسموا مليار على سته كان صفر وكان بعده وكان تسنى حتى الجهه ديال المجتمعات وقسموا المحاصصه حنا داكشي قلنا ما غنديروش هاد العمليه هذا ما فيهاش حاجه في الابتكار ما فيهاش شي حاله ديال تشجيع رؤساء الجماعات تشجيع رؤساء المجالس الحكوميه والجمعيات للانخراط والعمل على البحث عن الموارد ما كتشجع ما كيقعد حتى كيقول ليه راه عندك واحد المشروع كما راه كما هذا خصني نديرو حتى هذا لا حنا ما مشينا في مجلس المحاصصه مشينا للبرامج وكان الدعم الكامل ديال السيد الوالي والاستاذ العمال في هذا المنهج كله الاستاذ العمال ولا السيد العامل كان دافعا وكان مساندا لنا في هذه الاستراتيجيه الجديده اللي ما كانتش محصصه فيها البرامج كنقول لكم اللي عنده برنامج اللي لقى واحد العدد ديال المشاركين حنا مستعدين معاه تمثيل الجلسه الاكاديمي عنده مسار طريق عنده الامكانيات شاف مع الجماعه اللي هي غتدخل الطريق شاف الميزانيه ديالو شاف ديك الجماعات كيخصوا واحد 20% ولا 50% ولا 30% 20%